حتى هبة اللي انت شو بتفرق عن عماد بقى؟ وبهي القصة ما حدا منا بيقدر يقول انه بريء. ما بتستاهل ولا لحظة فكرت فيك فيها. طمنيني انتي هديتي؟ لسه. والله راسي صار مثل الطبل. خليني مشتك لشوف. هبة يا بنتي، عن جد هذا الموضوع يعني سعيد وانتي رح تتزوجوا؟ ايه بدي اتزوجه، ايه بدي اياه وبحبه لهالازعار، وانتي بتعرفي هالشي. ايه بعرف وانا ما بنكر هالشي، بس ما عم بستوعبه. لك آخ يا بنتي الحلوة، آخ بنتي، يعني معقول ما بدي شوفك بفستان العرس وافرح فيكي؟ ها؟ يعني معقولة ما حابة لبسك وزينك مثل الأميرات بنتي؟ وشوفك عم تبني بيتك وعيلتك ومستقبل منيح يا عمري، وبعدين شوف ولادك. خلص يعني ليش هيك؟ خلص بقى، لا تبلشي تبكي لأني واقفة على نكشة ورح أبكي معك. هبة بنتي اسمعيني شوي. بتعرفي أنا لهذا اليوم ما رفضت لك طلب وكنت واقفة معك، حتى ما كسرت بخاطرك. بس هالمرة إذا أنت تزوجتي هالسعيد هاد، بدي أحلف يمين إنه ما لو سمحتي اسكتي، لو سمحتي لا تحلفي هيك يمين، لأنه أنا مجبورة أتزوجه لسعيد، وأنتي مجبورة توقفي معي، نحن ما عنا حل تاني لهذا الموضوع. ماشي؟ نعم. شو هالكلام هاد؟ كيف ما عنا حل تاني لهالموضوع؟ أنتي ليش مجبورة يا هبة؟ ها؟ ليكون سعيد هددك بالسلاح ليتزوجك، هيك صار؟ هبة؟ لا. ليكون. هيك ليكون. ليكون شو أمي شو؟ هبة يا بنتي، لك شو؟ لا تكوني حامل منه لسعيد. ها؟ هبة؟ لك أنا ما عم صدق ابنه، مشان الله قولي غير هيك. آخ يا بنتي شو إنه حظك قليل، عن جد أنت مالك حظ. روقي،
انتي لا تقلقي امي، خلص بكفي بكباس، كل شي رح يكون منيح، وسعيد ما رح يعمل اي شي يضرني فيه، عم تفهمي؟ هو وعدني بهالشي. بس انتي هلأ روقي وخلص لا تبكي وادعمي هالموضوع، ماشي امي؟ لو سمحتي. طيب ماشي بنتي، يعني انا شو طالع بايدي لك؟ يعني هلأ انتي حامل؟ اوه يعني عن جد يا هبة؟ خلص معناتها نحن خلينا من بكرة نبلش بالتجهيزات، يعني أنا رح صير تيتي. يا الله دخيلك، مبروك يا بنتي الحلوة. اسمعوني، هلأ رح يتغير الشغل كله من هون ورايح، رح نغير التنظيم ونعمل واحد غيره، ونغير أسلوب النقل ورح ننظمه كمان، ومشان هيك افتحوا عيونكم 10/10، أنا ما بدي ولا غلطة صغيرة، مفهوم؟ وخذوا حذركم من أمير. لسا مبارح كنت بدك تهرب من هون، وهلأ أنت جاية تقلنا أنه بدك تغير الشغل كله يا سعيد؟ مو على أساس نترك كل شيء؟ شوفي سليم، متضايق من شي؟ لا يا سعيد، من شو بده يتضايق؟ أنا ما عم بسألك بنوب، يعني إذا في عندك مشكلة من هلأ أحكي لي. في يا سعيد، في، أي نعم أنا في عندي مشكلة. حلو، قول. أمير قبل ما يعطي التسجيل للنائب العام عطاك مهلة يومين، ما هي؟ خبرني. بس أنت شو عملت؟ كنت ناوي تاخد لبنى وتسافره. وهلأ سؤالي، نحن شو كان وضعنا؟ انت درست الموضوع؟ بعد ما تروح حضرتك نحن شو كان بدنا نعمل؟ حلو كثير، يعني لا تواخذنا سعيد، بس نحن قلقانين كمان. أمير أخذ داليا على التحقيق وما رح يترك هالشغلة وما رح يحميك، ونحن بغش المدفع صرنا. بلكي حكت داليا؟ داليا ما رح تقول شي. سعيد لإمتى بدنا نضل مستمرين بهالشغل؟ نحن بدنا نفهم للنهاية يا سليم، عم تفهم شو يعني للنهاية؟ رح نضل واللي بده يصير يصير. لك ليش ما عم تفهموا علي؟ أنا إذا هربت رح يقتلوك أنت ونادر، وإذا أنا بعيد وتركت هذا التنظيم بدهم يقتلوني أنا وإنتوا معي. إيه شو نعمل؟ شو نعمل؟ الطريق اللي بلشنا فيه نحن رح نكمله لحتى نوصل للقمة، ما عاد في رجعة أبدا. ومشان هيك هلأ بدي أسألكن أنتوا اثنين مع بعض، وتاني مرة ما رح اسأل بنوب، بدكن تكملوا معي ولا كمل لحالي؟ هاد آخر مخرج إلكن قبل ما نفوت على النفق، ولا تعرفوا يا بتوقفوا على جنب وبتصفوا على اليمين يا بتكملوا الطريق. نحن معك سعيد، وبعد هلأ ما في رجعة. هدول أنا كنت مجهز لكم إياهن، لأنه بعد ما أطلع بيومين كنتوا رح تلحقوني لهنيك. هدول جوازاتكم وأرقام حساباتكم،